أهلا بكم في رحلة جديدة في عالم الحيوان. سنتعرف اليوم على أحد الحيوانات المفترسة التي تعيش في القطب الشمالي، وهو الثعلب الأبيض. الثعلب الأبيض هو ثعلب صغير الحجم يعيش في المناطق الأكثر برودة مثل كندا، ألاسكا، شمال آسيا وأوروبا، ويطلق أيضا على الثعلب الأبيض لقب الثعلب الثلجي، نظراً لتشابه الفراء الخاص به مع الثلوج التي تنتشر في مناطق القطب الشمالي. وفراء الثعلب الأبيض سميك للغاية، وهو يعتبر أكثر فراء الثدييات سمكة نظراً للبرودة القارصة في القطب الشمالي، حيث تصل درجات الحرارة في المناطق التي يعيش فيها الثعلب الأبيض إلى أكثر من 40 درجة مئوية تحت الصفر. كيف يتكيف الثعلب الأبيض للعيش في هذه الحرارة؟ هناك عدة أمثلة للتكيفات الهيكلية للثعلب الأبيض للبقاء على قيد الحياة. أولاً، له معطف فرو سميك يحافظ على دفء جسمه في المناخ شديد البرودة، وهذا المعطف أبيض اللون خلال الشتاء، ولكنه يتحول إلى اللون البني في الصيف عندما يذوب الثلج لمساعدته على التكيف في أي موسم. ثانياً، لها آذان وأرجل قصيرة لتساعدها على البقاء دافئة، ولها شكل خاص من الأذنين يسمحان بسمع ممتاز لمساعدته على الصيد. الثعلب الأبيض لديه سلوكيات تساعده على البقاء على قيد الحياة، والتي تعرف بالتكيف السلوكي، فهو يعيش في الجحور التي تعد أماكن ممتازة له ليبقى دافئاً ليلاً. ماذا يأكل الثعلب الأبيض؟ يأكل أنواعاً مختلفة من الطعام، مثل الحشرات والفواكه وبذور النباتات وحتى بقايا الطعام من فرائس حيوان آخر، كما يميل الثعلب الأبيض إلى التغذية على القوارض، الأرانب البرية، الزواحف والبرمائيات. ما هي مواصفات الثعلب الأبيض؟ يتراوح طول الثعلب الأبيض ما بين من 70 إلى 110 سنتيمتر، ويمكن أن ينطلق الثعلب الأبيض بسرعة قصوى تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة. هل هناك مخاطر على حياة الثعلب الأبيض في هذه البيئة؟ باعتبار الثعلب الأبيض أحد الحيوانات المفترسة التي تعيش في القطب الشمالي، فلديه عدد قليل من الأخطار التي يمكن أن تهدده في الطبيعة البرية، مثل الدبابة القطبية، الذئاب، البوم الثلجية والبشر. هم في الحقيقة الأخطار الوحيدة التي تهدد الثعلب الأبيض وخاصة الأشبال. عزيز المشاهد، دعمك لنا عن طريق الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة يساعدنا على نشر العديد من الحقائق.